Thank you.
عشان حضراتكم يعني السبت والزغرط يعني اي مسؤوليه يا زغرط يا ليه لا الموضوع بجد النهارده زي ما حضراتكم شايفين الزقازيق قلتها قبل كده مش اقل من اي مدينه ثانيه. احنا عندنا القاهره اسكندريه ما اعرفش كفر الشيخ حتى الاسماعيليه اللي جنبنا المحافظه اللي يا دوب مليون نسمه طلعوا موقفهم بره، ما بالك مدينه الزقازيق اللي هي مدينه ميته، ولا يختلف واحد في مدينه الزقازيق انها مدينه ميته، جواها الاف السيارات بتدخلها بدون مبرر. عشان كده انتوا واقفين في مكان دلوقتي، البعض يمكن كان زعل وقال اصل المحافظه ياخد ارض ومش انا لا باخد ارض لنفسي ولا اخد حاجه احطها في جيبي، الارض دي ارض لمصلحه عامه، ممكن حد يجي ياخد ارض الصبح لمصلحه عامه ومش هتردد اذا كان الصالح العام ولا لا. الارض دي تعلموا البعض الناس اللي يقول لك خد ارض وما خدش ارض، اولا دي كانت ارض دوله ابتدتها جمعيه نقابه الاطباء او جمعيه مش كلها الاطباء، معلش مش كلها، ايا كان ايا كان الوضع اشتروها. الارض مهمله بقالها اكتر من 30 سنه مرميه، وانتوا كلكم عارفين كان شكلها ايه. نظفنا المكان وبنستغله لثلاث سنين، ثلاث سنين زي ما انا اجر منك حاجه لمده ثلاث سنين، وبنجهز دلوقتي وانا كلفت السكرتير العام فورا يبدا من الاسبوع اللي جاي في الجراج المتعدد الطوابق هيبقى في العسلوج ان شاء الله. يبقى الثلاث سنين دول ما كانتش الزقازيق تستحمل كمان ثلاث سنين. احنا عايزين نشوف بقى الزقازيق ان شاء الله بعد خروج الاف السيارات منها وانها تتحرك من بره بره، شوف مدينتك هيبقى شكلها ايه. انا داخل في عمليه تجميل في مدينه الزقازيق خلال الايام اللي جايه، كلنا شايفين الحركه، ما فيش حاجه نايمه، كله دلوقتي بيتقلب وبيتحرك. اللي احنا بندور عليه طبعا المرور عليه مسؤوليه كبيره جدا، وجنب اهو السيد مدير الامن والمحافظه بالكامله هنا، كلنا هنشتغل على قلب رجل واحد. احنا مش اقل من القاهره، احنا مش اقل من اسكندريه، مش اقل من اي محافظه ثانيه. الشراقوة بلد خرجت العظماء، ولازم باش تكون قدوة وهتفضل قدوة. أي حد يقف قدام الخط ده ملوش مكان بينا خالص، أي حد يعرقل مسيرتنا ملوش مكان بينا. ولهذا الفترة اللي جاية هندور على مصلحة الجميع، السواق اللي جه هنا مصلحته إن الزبون يجي له لغاية عنده، ومصلحة الزبون إنه ما يتبهدلش، لأن البعض قاعد على الفيسبوك ممكن عشان يسخن الناس شوية من هنا شوية، اللي أنتوا عارفينهم عمالين يولعوا في البلد في كل حتة. أه ده هيبهدل الشراقوة، بهدل إيه؟ اسكندرية شوف الموقف فين؟ الموقف بره اسكندريه خالص سفر، انت هنا مش سفر. الامر الثاني الاسعار لن تزيد جنيه واحد، الخطوط منظمه، الخطوط انا خصصت لتوريس اسمه انما مشروع النقل بتاع المحافظه لمده اسبوع بالكامل مجانا من والى الموقف، من كل المواقع في مدينه الزقازيق مجانا للمواقف الجديده، للمواقف اللي اتنقلت هنا للمواقف الجديد، علشان برضو الدنيا تتمهد. اخواننا بتوع السيرفيس المرور هيبدا من بكره يجهزوا الاستيكر علشان يبقى على كل عربيه خط سيرها والسعر، اللي هيخالف انا طلعت قرار من المحافظه عشان الكلام يبقى مسموع، عشان الناس ما تزعلش يقولوا الراجل ده جزار. انا مش جزار، انا راجل بتاع قانون، اللي انا بقوله اللي يخالف هيدفع الغرامه، دي رقم واحد، ودي ما تهمنيش، مش دي القضيه، ولو انها هتقطع جلده لكن هتتوقف العربيه لمده ثلاث شهور. المواطن متخوف يا فندم من ده اللي انا بقوله من مدينه الزقازيق، ما هو ده اللي احنا بنقوله. هل انا ممكن اسمح بحاجه زي دي؟ هل تسمح بحاجه زي دي؟ لا 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 مش هنسمح بحاجه زي دي. ايه اللي هيخالف وهيزود في الاجره لا يلوم الا نفسه. احنا النهارده بنشتغل من اجل بلد، دلوقتي ده مشروع زي ما بقول الشرقيه مش اقل من اي محافظه ثانيه ولا ايه؟ لو حد شايف كده، لو حد شرقاوي شايف ان الشرقيه اقل يبقى نلغي الفكره. لا احنا مش اقل من اي حد، تسلم ايدك يا باشا، نقدر ننفذ مشروعنا ونتوكل على الله. يبقى حافظنا على مصلحه الراكب وحافظنا على مصلحه السواق والعربيات، بلدنا هديت، ابدا بقى اجمل جوه مدينه الزقازيق زي ما احنا عايزين ونطور. حتى تخيلوا يا جماعه اكثر من 2000 عربيه اللي بتلف جوه المدينه كل يوم، طرقنا اخبارها جوه الزقازيق ما هي متبهدله. تخيل لما اشيل 2000 عربيه من جريها جوه المدينه، اولا هقلل الكثافه المروريه، ثانيا هبدا اريح الطرق بتاعتنا جوه المدينه، ونرحم المواطنين ونرحم البلد ونرحم السواق نفسه والعربيه. اللي يهمنا كلنا نشتغل، ما ينفعش واحد يشتغل لوحده،
والكرة دلوقتي في ملعب اخواننا في المرور وهم قالوا احنا قدها ورجاله وقدها ان شاء الله. هيبقى في قفلات على الطريق، بعض السواقين كانوا بيشتكوا امبارح او خايفين ان ممكن واحد يجي ويحمل من بره بره واحنا هبل، ما يبقى ضيعنا الراجل اللي التزم. مش هنسيبه زي ما قلت، اللي هيخالف غرامه فوريه والوقف 3 شهور، نركنه عندي العربيه بتاعته تتركن عندي 3 شهور. كل سنه وانت طيب، قضي الامر، فربنا يقدرنا على اسعاد الناس. هل الموقف ربنا يوفقك يا باشا، يتم نقل جميع الموقف دلوقتي تقريبا منتهي. انت زي ما انت شايف اسوار الموقف خلصت. انا مش عايز اجمل ومش عايز اكلف، على فكره بالمناسبه احنا ما تكلفناش حاجه في الموقف، تبرعات الناس في الشرقيه زي ما قلت، زي ما فيها ناس والعياذ بالله قلوبها هنا اجارك الله الزازيه، فيها ناس محترمه جدا، ناس موجود وربنا بيديهم الحمد لله واخدين حقهم كامل. يعني عايز جلاله الله اللي بيشتغل راجل 100 اللي بيشتغل لمصلحته الخاصه ما هو مكشوف، واللي بيشتغل لمصلحه عامه هو برضه. انا عايز ابوس الراجل النهارده، والله عايز ابوس، والقران عايز ابوس. الله يسامحك عشان ادبك بس، ربنا الله يصلح، الله يصلح، ربنا يوفقك، ربنا بس. والنبي بي ليا رجاء عنك وليا رجاء عنك. نعم خلي التكاتك تاكل عيش يا مان. انا والنبي مش هقفل عشان خاطر انا هقول لك حاجه، هو انا يعني مش شايف والنبي عشان انا راجل صاحب توك توك، والله انا صاحب توك توك وما معايا فلوس ارخصه. طب نتفق على الله يستره معاك. بالنسبه للتوك توك اللي انا بطلبه، اللي انا ده عشان بص الله يستره معاك، ربنا ما حرمنا منك. بالنسبه للتوك توك انا مش ضد التوك توك، ده اكل عيش، بس اللي انا بطلبه حاجه واحده، ان ما يمشيش في الشارع الرئيسي، ما تلاقيش في اي عاصمه توك توك ماشي قدام المحافظه. سد وتم بالله، سد وتم بالله، بس اسمعني انت قدامك كلها يا عم. انا بقول لك عايزك تاكل عيش، لكن ما ينفعش لما يجي لي وزير ولا يجي لي مسؤول ولا مستثمر اجنبي جاي الزقازيق يلاقي توك توك ماشي على المحافظة. لا 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 يا بيه، لا زي ما انت بتدور على مصلحتك بتدور على المصلحه العامه. كل اللي انا بقوله ابعد عن الشوارع الرئيسيه وكل عيش. ربنا ما يحرمنا منك يا بيه، ربنا ما يحرمنا منك. والله انا عندي استعداد اوضع على جزمتك وابص على ادبك ده والله. الله وكيل راجل زي هيبداوا من يوم السبت ده في الاحرار يا باشا. اتنين من ابو الريش هذا الاوتوبيس جاي اه باشا. بالنسبه للموقف الاحرار يا اتنين من ابو الريش اللي هو كل المواقف اللي خانقه البلد كل سنه وانت طيب يا بيه ننظمها. انا لا ده اللي يعنيني ما حدش يقدر. انت عارف مين اللي هيتضرر؟ اسمعوا مني من الاخر، انت عارف مين اللي هيتضرر من اللي يعملوا ده كله؟ البلطجيه اللي كانوا بيبلطجوا على السواقين واللي بيطجوا على الناس واللي كانوا مبهدليننا واخدين البلد فرده والشارع فرده. كل سنه وانتم طيبين. اولاد عيال، لا الموضوع بجد النهارده زي ما حضراتكم شايفين الزقازيق قلتها قبل كده مش اقل من اي مدينه ثانيه. احنا عندنا القاهره، اسكندريه، ما اعرفش كفر الشيخ، حتى الاسماعيليه اللي جنبنا المحافظه اللي يا دوب مليون نسمه طلعوا موقفهم بره، ما بالك مدينه الزقازيق اللي هي مدينه ميته، ولا يختلف واحد في مدينه الزقازيق انها مدينه ميته، جواها الاف السيارات بتدخلها بدون مبرر. عشان كده انتوا واقفين في مكان دلوقتي. البعض يمكن كان زعل وقال اصل المحافظه ياخد ارض ومش انا لا باخد ارض لنفسي ولا اخد حاجه احطها في جيبي. الارض دي ارض لمصلحه عامه، ممكن حد يجي ياخد ارض الصبح لمصلحه عامه ومش هتردد اذا كان الصالح العام ولا لا. الارض دي تعلموا البعض الناس اللي يقول لك خد ارض وما خدش ارض، اولا دي كانت ارض دوله خدتها جمعيه نقابه الاطباء او جمعيه مش كلها ساعات معلش مش كلها ايا كان ايا كان الوضع اشتروها. الارض مهمله بقالها اكتر من 30 سنه مرميه وانتم كلكم عارفين كان شكلها ايه. نظفنا المكان وبنستغله لثلاث سنين، ثلاث سنين زي ما انا اجر منك حاجه لمده ثلاث سنين، وبنجهز دلوقتي وانا كلفت السكرتير العام فورا يبدا من الاسبوع اللي جاي في الكراش المتعدد الطوابق هيبقى في العصلوج ان شاء الله. يبقى الثلاث سنين دول ما كانتش الزقازيق تستحمل كمان ثلاث سنين. احنا عايزين نشوف بقى الزقازيق ان شاء الله بعد خروج الاف السيارات منها وانها تتحرك من بره بره، شوف مدينتك هيبقى شكلها ايه. انا داخل في عمليه تجميل في مدينه الزقازيق خلال الايام اللي جايه، كلنا شايفين الحركه، ما فيش حاجه نايمه، كله دلوقتي بيتقلب وبيتحرك. اللي احنا بندور عليه طبعا المرور عليه مسؤوليه كبيره جدا، وجنب اهو السيد مدير الامن والمحافظه بالكامله هنا. كلنا هنشتغل على قلب رجل واحد، احنا مش اقل من القاهره، احنا مش اقل من اسكندريه، مش اقل من اي محافظه ثانيه. الشرقاوه بلد خرجت العظماء ولازم تكون قدوه وهتفضل قدوه. اي حد يقف قدام الخط ده ملوش مكان بينا خالص، اي حد يعرقل مسيرتنا ملوش مكان بينا. ولهذا الفتره اللي جايه هندور على مصلحه الجميع. السواق اللي جه هنا مصلحته ان الزبون يجي له لغايه عنده، ومصلحه الزبون انه ما يتبهدلش، لان البعض قاعد على الفيسبوك ممكن عشان يسخن الناس شويه من هنا شويه اللي انتوا عارفينهم عمالين يولعوا في البلد في كل حته. ده هيبهدل الشرق، بهدل ايه؟ اسكندريه شوف الموقف فين؟ الموقف بره اسكندريه خالص، سفر. انت هنا مش سفر. الامر الثاني
الأسعار لن تزيد جنيه واحد. الخطوط منظمة الخطوط. أنا خصصت لتونس اسمه إن مشروع النقل بتاع المحافظة لمدة أسبوع بالكامل مجانا من وإلى الموقف من كل المواقف في مدينة الشاذلي مجانا للمواقف الجديدة. المواقف اللي اتنقلت هنا للمواقف الجديد علشان برضو الدنيا تتمهد. إخواننا بتوع السيرفيس المرور هيبدأ من بكرة يجهزوا الاستيكر علشان يبقى على كل عربية خط سيرها والسعر. اللي هيخالف انا طلعت قرار من المحافظه عشان الكلام يبقى مسموع عشان الناس ما تزعلش. بيقولوا الراجل ده جزار. انا مش جزار, انا راجل بتاع قانون. اللي انا بقوله اللي يخالف هيدفع الغرامه دي رقم واحد, ودي ما تهمنيش, مش دي القضيه, ولو انها هتقطع جلده لكن هتتوقف العربيه لمده 3 شهور. المواطن متخوف يا فندم من ده اللي انا بقوله من مدينه الزقازيق. ما هو ده اللي احنا بنقوله. هل انا ممكن اسمح بحاجه زي دي؟ هل تسمح بحاجه زي دي؟ لا مش هنسمح بحاجه زي دي. ايه اللي هيخالف وهيزود في الاجره لا يلوم الا نفسه. احنا النهارده بنشتغل من اجل بلد. دلوقتي ده مشروع زي ما بقول الشرقيه مش اقل من اي محافظه تانية ولا ايه؟ لو حد شايف كده, لو حد شرقاوي شايف ان الشرقيه اقل يبقى نلغي الفكره. لا احنا مش اقل من اي حد. تسلم ايدك يا باشا. ننفذ مشروعنا ونتوكل على الله. يبقى حافظنا على مصلحه الراكب وحافظنا على مصلحه السواق والعربيات وبلدنا هديت. ابدا بقى اجمل جوه مدينه الزقازيق زي ما احنا عايزين ونطور. حتى تخيلوا يا جماعه اكتر من 2000 عربيه اللي بتلف جوه المدينه كل يوم. طرقنا اخبارها جوه الزقازيق ما متبهدله. تخيل لما اشيل 2000 عربيه من جريها جوه المدينه. اولا هقلل الكثافه المروريه, ثانيا هبدا اريح الطرق بتاعتنا جوه المدينه ونرحم المواطنين ونرحم البلد ونرحم السواق نفسه والعربيه. اللي يهمنا كلنا نشتغل. ما ينفعش واحد يشتغل لوحده. والكره دلوقتي في ملعب اخواننا في المرور وهم قالوا احنا قدها ورجاله وقدها ان شاء الله. هيبقى فيه قفلات على الطريق. بعض السواقين كانوا بيشتكوا امبارح او خايفين ان ممكن واحد يجي ويحمل من بره واحنا هبل. ما يبقى ضيعنا الراجل اللي التزم. مش هنسيب زي ما قلت اللي هيخالف غرامه فوريه والوقف 3 شهور. نركنه عندي العربيه بتاعته تتركن عندي 3 شهور. كل سنه وانت طيب. قضي الامر. فربنا يقدرنا على اسعاد الناس. هل الموقف ربنا وفقك يا باشا. الموقف دلوقتي تقريبا منتهي. انت زي ما انت شايف اسوار الموقف خلصت. انا مش عايز اجمل ومش عايز اكلف. على فكره بالمناسبه احنا ما تكلفناش حاجه في الموقف. تبرعات الناس في الشرقيه زي ما قلت زي ما فيها ناس والعياذ بالله قلوبها هنا اجارك الله. الزقازيق فيها ناس محترمه جدا. ناس موجود وربنا بيديلهم الحمد لله واخدين حقهم كامل يعني. ربنا جلاله اللي بيشتغل راجل 100 اللي بيشتغل لمصلحته الخاصه ما هو مكشوف واللي بيشتغل لمصلحه عامه هو برضه. انا عايز ابوس الراجل النهارده. والله عايز ابوس والقران عايز ابوس. الله يصلح عشان ادبك بس. ربنا يبارك. الله يصلح. الله يصلح. ربنا يوفقك. ربنا يبارك. بس والنبي ابي ليا رجاء عنك وليا رجاء عنك. نعم. خلي التكاتك تاكل عيش يا مان. انا والنبي مش هقفل عشان خاطر. انا هقول لك حاجه. هو انا يعني مش شايف والنبي عشان انا راجل صاحب توك توك. والله انا صاحب توك توك وما معايا فلوس ارخصه. نتفق انا الله يسترها معاك. بالنسبه للتوك توك اللي انا بطلبه اللي انا ده دي عشان بص الله يسترها معاك. ربنا ما حرمنا منك. بالنسبه للتوك توك انا مش ضد التوك توك ده اكل عيش. بس اللي انا بطلبه حاجه واحده ان ما يمشيش في الشارع الرئيسي. ما تلاقيش في اي عاصمه توك توك ماشي قدام المحافظه. لا سادة وتام بالله. لا سادة وتام بالله. بس اسمعني انت قدامك كلها يا عم. انا بقول لك عايزك تاكل عيش. لكن ما ينفعش لما يجي لي وزير ولا يجي لي مسؤول ولا مستثمر اجنبي جاي الزقازيق يلاقي التوك توك ماشي على الطريق. لا 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 يا بيه. لا زي ما انت بتدور على مصلحتك بتدور على المصلحه العامه. كل اللي انا بقوله ابعد عن الشوارع الرئيسيه وكل عيش. ربنا ما يحرمنا منك يا بيه. ربنا ما يحرمنا منك. والله انا عندي استعداد اوضع على جزمتك وابص على ادبك ده والله. الله وكيل. راجل زي هيبداوا من يوم السبت ده. موقف الاحرار يا باشا اتنين من ابو الريش. هذا الاوتوبيس جاي اه باشا. بالنسبه لموقف الاحرار يا اتنين من ابو الريش اللي هو موقف الاحرار كل المواقف اللي خانقه البلد كل سنه وانت طيب يا بيه ننظمها. انا لا ده اللي يعنيني. ما حدش انت عارف مين اللي هيتضار. اسمعوا مني من الاخر. انت عارف مين اللي هيتضار من اللي هيعمله ده كله؟ البلطجيه اللي كانوا بيبلطجوا على السواقين واللي بيطجوا على الناس واللي كانوا مبهدليننا وواخدين البلد فرده والشارع فرده. كل سنه وانتم طيبين.